احمد العطار، احنا اتكلمنا على منتخب غينيا، منتخب احنا ما شفناهوش كويس، ولكن المنتخب ده في البطوله اللي فاتت كان في المركز السادس، عمل مباريات كويسه جدا، حصل فيه احلال وتجديد. انا كلاعب لو انا بلعب مع فرقه انا ما لعبت يعني مثلا ما شفتهاش قبل كده او لسه ما الامور ما وضحتش، هنا بتكون التجربه هي اللي بتبين لي الفرقه دي. يعني مثلا انا كاحمد العطار هطلع هجرب هشوط من على التسعه، اشوف حارس المرمى، جيست حارس المرمى، جيست الديفنس، البلوك، ايه اللي بيحصل هنا كلاعب مع سيستم المدرب؟ طبعا طبعا، بس انا عايز اقول حاجه في الاحصائيات قبل ما نخش في النقطه دي. اتفضل يا كابتن. طبعا الخط الامامي يمكن اسوأ حاجه عندنا، الخط الامامي النهارده 68% اقل نسبه. تمام. تمام. يبقى 6 اهداف ليه بقى 25. ليه؟ يعني الخط الامامي يمكن طبعا محمد ممدوح هاشم ما كانش في اداؤه كان كويس، اقوم ضيع اكتر من 3 انفرادات، سيسة واحده واخد بالك، تقريبا في ضربه جزاء ضاعت او حاجه. فطبعا يمكن اسوأ حاجه في الاحصائيات الخط الامامي ما كانش، عكس الخط الخلفي يمكن ادى اداء متميز وكل واحد نسبته حتى اللي شاط كورتين جاب 100%. تمام. النقطه بقى بتاعت الفرقه المستوى الضعيف وزي فرقه غينيا النهارده، لو شفت الشوط الاولاني هم جايبين 7 اهداف. مظبوط. تمام. في شوط كان في مساحه ان هم بيشوطوا في كوره ودخلت، حتى كريم هنداوي يمكن ما شافهاش من الدفاع. ده يبين لك بقى لما اتعمل زي على كلام هنداوي وكلام يحيى خالد في الحديث بتاعهم، قال لك احنا ما شفناهمش الا من السنه اللي فاتت، يعني لعبوا الشوط الاولاني على اللعيبه بتاعت غينيا بالظبط كده. لما شافوا ان هم اقل من السنه اللي فاتت ايه اللي عمل؟ الاول 20 دقيقه جايبين هدفين بس. مزبوط. قفلوا كل مفاتيح اللعب وسابوهم في اخر 10 دقايق بقى كان خلاص فرق وصل ل 17 جون ويعني خلاص خلاص الجيم انتهى. ابتدى بقى التغييرات، ابتدى اللي عايز يحط كوره، ابتدى اللي مش عارف ايه، التغيير الكلام اللي هو في اخر 10 دقايق دول جابوا فيه بعد ما كانوا جايبين هدفين في 20 دقيقه جابوا 5 6 جوان في اخر 10 دقايق.